اولا يعني لازم تبقى الامور واضحه ان ما فيش اي اتصال بين طبعا احنا الحمد لله احنا مش ابناء النهارده، لكن التحكيم المصري بتاريخه الطويل والاسماء الكبيره قوي بدءا من بدر الدين لحسين امام لصبح نصير لعلي قنديل للناس الكبيره دي، الحمد لله تاريخنا ناصع وتاريخنا ابيض، ويمكن كان معروف عن لما يجيب حكم مصري بقى هو ده الانسان الحمد لله اللي على مستوى. فاحنا سعداء بهذا جدا، واحنا بنقول وبنؤكد للناس ان ما فيش اي حد لا بيتدخل ولا بيتصل ولا الكلام ده، لكن انا تليفوناتي مفتوحه لكل صاحب فكر اللي عايز يقول لي حاجه. يعني انا كابتن هادي خشبه كلمني قال لي من فضلك احنا لبسنا احمر واللون الثاني بتاعنا ازرق، بتروجيت لونه ازرق فاحمر، هنعمل ايه؟ كلام جميل جدا. قبلها بيومين ثلاثه رحت مكلم الكابتن حلمي طولان، يا ابو الاحلام انت دلوقتي لا اللون الاول ولا اللون الثاني ينفع، طب نعمل ايه؟ تشاورنا، قلت له يبقى هو يلعب باللون الثاني بتاعه اللي هو الازرق وانت العب باللون الثاني بتاعك اللي هو الابيض عشان ما تضيعوش وقت يوم المباراه ونختلف. ونبهت على الحكام ان البتروجيت هيلعب ابيض والنادي الاهلي هيلعب ازرق كاملا. واؤكد لك بقى على فكره ان سلوكيات المجتمع كره القدم المصري من احسن السلوكيات في العالم، وانا يعني عاشرت النهارده على فكره يمكن بقفل 46 سنه تحكيم في مختلف انحاء العالم، يعني افريقيا بشكل خاص، واحمد ربنا ان انا بنتمي لهذا المجتمع وهذه البلد اللي فيها حكام شرفاء كثيرين جدا جدا جدا. واعتقد انه العنصر السيء اعتقد الحمد لله بفضله ربنا مش موجود الا اذا كان بدون قصد، يعني ما فيش حكم بيقصد انه يظلم. وايضا بنكن من خلال قناه النادي الاهلي للنادي الاهلي كل اعزاز وتقدير، ولا انسى في هذا المجال ان برضو اعبر عن تقديري للكابتن حلمي طولان، واحنا ليس في قلوبنا اي شيء من ناحيه اي حد طالما انه يعني عاد ورجع واعاد حساباته، فاحنا بنرحب به بعد ان عاد حساباته وبعد ما اتصل بينا الراجل بمنتهى الشياكه واتكلم كلام جميل جدا جدا، انا شخصيا يعني مكسوف اقول